بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعزائي الطلاب، طلاب مدارس العبير الأهلية، الصف الأول الثانوي مقررات، مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، الدرس الخامس من دروس الوحدة السادسة. عنوان الدرس هيئة الأمم المتحدة. نرى في الصورة شكل هيئة الأمم المتحدة. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ 1. نشأتها. 2. أهدافها. 3. أجهزتها. 4. الدول الأعضاء فيها. أصيب العالم بكارثة كبرى جراء حدوث الحرب العالمية الأولى، حيث قتل الملايين من البشر وشرد أضعافهم، وخوفا من تكرار هذه الكارثة مرة أخرى لجأت الدول الكبرى إلى إنشاء ما عرف بعصبة الأمم، إلا أنها لم تمنع حدوث حرب عالمية ثانية كانت أشد فتكا وتدميرا وأثرا من الحرب العالمية الأولى، ففقدت عصبة الأمم مكانتها وأصبح إنشاء هيئة دولية جديدة ضرورة قائمة، مما حدا بالدول الكبرى إلى إنشاء هيئة الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة. نشأتها تأسست عام 1945 ميلادية، ومقرها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. أهدافها: 1. حفظ السلام والأمن الدوليين، تنمية العلاقات الودية بين الأمم، تحقيق التعاون الدولي. نرى في الصورة شعار هيئة الأمم المتحدة. أجهزتها: للأمم المتحدة 6 أجهزة رئيسية، 4 منها تقع في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية والأمانة العامة. أما الجهاز السادس فهو محكمة العدل الدولية، وتقع في لاهاي بهولندا. أولا الجمعية العامة: لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في عضوية الجمعية العامة، ولكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين. 2. مجلس الأمن: يتكون مجلس الأمن من 15 عضوا، 5 منهم دائمون، ويعهد لهم بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. 3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يتكون المجلس من 15 عضو، 5 منهم دائمون، وأيضا لهم مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية. كذلك يقوم هذا المجلس بتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. 4. مجلس الوصاية: ليطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وصايته. 5. محكمة العدل الدولية، وتسمى أيضا المحكمة العالمية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى هذه المحكمة الفصل في المنازعات بين البلدان، واشتراك الدول في أي قضية مرفوعة أمام المحكمة أمر طوعي، ولكن إذا وافقت أي دولة على هذا الاشتراك فإنها تصبح ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة. لدينا هنا شكل لأجهزة هيئة الأمم المتحدة. لدينا صورة للأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وهو يوقع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1945. الدول الأعضاء فيها: تنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا، إذ يبلغ عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 بلدا. تعد المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة.
إلى هنا أعزائي الطلاب نقول قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قريب في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.